يا للو يا للو يا للو يا للو، بسلامتكم يا حبايبي. واش هادشي واش هادشي كله صبط وحنان؟ هادشي كله طلع من الديل الشعيبيه. هانتوما يا الكبيدات، هاد الطاجين ديالنا هذا وجد الطاجين بسمك الشرن، ما عرفتش شنو كيقولوا له في الدول الاخرين. المهم حنا هنا في المغرب كنقولوا ليه الشرن، بمطيشه او الزيتون المفرشخ. هذا الطاجين اللي كيجي اكثر من رائع. نقرب لكم الكاميرا، شوفوا على القرب. هانتوما حبايبي، شوفوا لي التهليكه، راه ناشف ناشف الطاجين، ناشف من آلات الطواجن اللي يمكن لكم احبابي تاكلو في هاد الشتوى. هادي هي هاد الطاجين السمك اللي بغيتو، ما ديروش معاه الخضره، فقط مطيشه والفلفله، وفرشنا خيزو من التحت وزيناه هكا بالحامض والحار والزيتون. سلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم نهار جديد وروتين جديد، مرحبا بكم معايا الكبيدات. اليوم اول روتين من بعد شهر ديال المرض، الله يشافي الجميع يا ربي. ما بغيتش نخلي حبابي بلاش، وقلت نشارك معكم هذه الغديوه ديالي بسيطه، ولو بسيطه ولكن حبيت احبابي نشارك معكم هذه الغديوه والطريقه ديالي كيفاش كنحضرها. فانا اليوم غادي ندير لكم الحوت، هذه الشرموله احبابي، هذا القزبر ومعدنوس اللي قطعته هكا رقيق، وهذه الثومه، عندي ثلاثه ديال الدريسات كبار ديال الثوم اللي حكيتهم هكا رقاق. دابا غادي نديرهم هنايا في الاناء، غنديرهم في هاد الطاسه هذا هو فاش غنشرمو. شرموله بلديه تقليديه ديال الحوت، راه كلشي كيعرفها الكبيدات، كلشي كيعرف هاد الشرموله هذه. دابا غادي نزيد عليها العطريه، غادي ندير الملح، ما غنكثرش الملحه، مع كي كتعرفوا حنا في الدار ما كناكلوش الملحه بزاف. صافي، هنا غندير الكمون، عندي العطريه الله شريتها جديده، غندير العطريه، واخا مازال ما درتهاش هنا حيت هادو موسخين. كي قلت لكم كنت مريضه ما قدرت ندير حتى شي حاجه، عندي الحكاك ديال العطريه معلكين موسخين. غادي ندير العطريه الجديده، شريت العطريه الجديده، غادي ندير معكم حبايبي شويه ديال العطريه الجديده. ها هي الكبيده، العطريه التحميره، هاد الكمون، هذا كمون بلدي واخا غالي في السوق، ولكن خديت ليه شويه، خديت 100 غرام، هذه غير 100 غرام، ولكن راه غتدي ليا حيت ما كنديرش الكمون في كاع الوصفات ديالي، كنديروها كاين نهار الحوت ولا كان شي زالوخ. هي فاش كندير الكمون ولا درنا شويه البصاره بطبيعه الحال كتبغي الكمون. صافي يا حبيبي، غادي نزيد معايا الحب، غادي ندير الكمون، هذا راه كمون بلدي كي قلت لكم مطحون، منقي ومطحون على اليد. صافي، غادي ندير هنايا جهد نص معلقه صغيره ديال الكمون بلدي، تا نغسل هادوك الحكيكات ديال العطريه. منين غنغسلهم خصهم الماء سخون وخصهم يتبقضوا باش يلاه باش يلاه يخرجوا. منين غنغسلهم عاد غادي كل حاجه غادي ندير فيها العطريه ديالها. وهذه حبابي تحميره، تحميره فمولفيه، غندير نص معلقه صغيره هكا، نص معلقه صغيره ديال التحميره. هي العطريه ديال الحوت راه غير الكمون والطحميره، ما كنزيدو لا بزار ولا والو. العطريه اللي كتعجبني انا في الحوت الكمون والطحميره، وغادي ندير واحد شويه ديال القزبر اليابس، حيت انا غادي ندير الحار، ما كاينلاش ندير البزار. الحار هذا مزيود ديال الحار راه كافي. صافي، درت هنايا شويه ديال القزبر اليابس مطحون، عندي هنايا القزبر اليابس مطحون، وهنا غادي نعصر واحد الحامضه نغسلها. وهنايا الكبيدات عندي حامضه، عصير ديال الحامضه، كتر عليا بزاف ديال الماعن. هاد الطريقه هادي راه
نكفي يوم وفي اللي قال هذاك. ما كاينلاش نجبد قوت الامه على هذه الطريقه، هذه راه قضيه الغرض. صافي عصير حامضه متوسطه، ما عنديش بزاف ديال الحوت، عندي غير واحد نص كيلو. صافي الكبيدات هذه هي العطريه، غادي نزيد عليها واحد الطريقه ديال الماء، شويه ديال الماء. واحد شويه تاع الماء هكا. صافي وغادي نخلط. هانتوما كي كتشوفوا هذه هي الشرموله تاع الحوت ديالنا. وغادي نجيب دابا الحوت ديالي، عندي الحوت من هذا النوع، عندي الشرم كنت خديته شحال هذا ومعمرض، بقى في الفريغو، اليوم عاد كتاب نطيبه. هو الصراحه راه صغير وغرين ديال القلي، ولكن انا عشقت اليوم نديرهم في طاجين ونشارك معكم هذا الطاجين اللي بصراحه كيجي لذيذ. كنتمنى احبابي تجربوه. هانتوما الكبيدات، الشرم راه منقي ومحي ديال اللي هاد هذه ديالو هنا، الديل ديالو محيد. صافي دابا غادي نشرمل الحوت بهذه الطريقه، هذه نشرمل السمك ديالي بهذه الطريقه. تعرفوا البرد دابا هاد الطويجنات كيتكالوا، هاد الطويجنات هما اللي كيتكالوا، ماشي بحال الصيف. سبحان الله العظيم، كل فتره وعندها الشهيوات ديالها وعندها الماكله ديالها. كي كتعرفوا حنايا عندنا في مراكش عندنا واحد البرد قاسح، ما عندنا الجبال دارين بين الجبال، كيطيح الثلج في الجبال وتيكون عندنا واحد البرد قاسح عندنا هنا في مراكش. فهاد الطويجنات وهاد الشهيوات السخان هما اللي كيدوزو فهاد الشتوى الصراحه. صافي الكبيدات غادي نخليه هنايا هكا، على بين ما نوجد المقادير الاخرين غادي نصبو في الطاجين. غنخليه يترقد واحد من 10 دقائق حتى 15 دقيقه هنا في التوصيل. وها نتوما معايا الكبيدات، صافي هنا الكبيدات هاني جبت الطاجين، كي قلت لكم غادي نصب في الطاجين. اول حاجه غنديرها غندير واحد المزيج بين الزيت البلديه والزيت الروميه. هانتوما احبابي كي كتشوفوا راه حتى شي حاجه ما في بلاصتها. يلا تقديت، يلا تفكيت مع هاد المرضى، ردوا البال احبابي لهاد المرضى، لهاد الريح اللي داير دابا، ردوا البال. واقيلا كورونا، واقيلا الله اعلم، كورونا راه رجعات، انسان يرد البال. سمحوا لي تيمز الاداء. صافي احبابي، وهنا غادي نزيد واحد نص معلقه ديال التحميره، غادي نزيدها هنايا، غادي ندير لها هكا احبابي. هنا الكبيدات غادي ندير خيزو، غادي نفرش خيزو للطاجين باش ما يتحرش. نقطعها كدوائر، صافي الكبيدات انا قطعت جوج خيزوات كيشدو معايا دوائر، وغادي نقلب نقطع واحد المطيشه تاعي دوائر. ضروري احبابي نحيدو لها الزريعه، انا ما كنحملش الزريعه ديال المطيشه في الماكله، تنحيدها كي كتعرفوا ماشي صحيه احبابي، الزريعه ماشي صحيه، ضروري نحيدوها ونزعوها. صافي درت مطيشه هكا لتحت، دابا غادي نجيب الحوت نستفو. ها هو السمك ديالي غنستفو هكا.
غنعاود نزيد الماطيشة من الفوق لتزين باش يجينا الطاجين ديالنا زوين. نعاود نزيد الدوائر ديال الماطيشة من الفوق. دابا غادي ندير واحد الفلفله خضراء، صافي كبيدات كنجيب هاد الشرمولة ندير معاها شوية ديال الماء، غندير معاها واحد طريقة ديال الماء، صافي كنخويها هكا. وهذا الكبيدات الحار ضروري من الحار هكا فوق، غندير فيه هكا بالموس باش يدخل فيه الطياب، كندخل فيه الموس بحال هكا وكنديرو هنايا من الفوق. وغادي نزيد دابا واحد شويه ديال الزيتون مفرشخ، الزيتون كيعطي واحد المذاق خطير لهذا الطبق، ولكن ماشي دابا، حتى دوز واحد 10 دقائق في الطياب وغادي نزيد عليه شويه ديال الزيتون مفرشخ ديال الدار، الزيتون مفرشخ ولا الزيتون مسلله، حنا هنا في مراكش نقول ليه الزيتون مفرشخ. صافي دابا غادي نرطو فوق النار، ما باقي غنزيد عليه والو ديال الماء، غنرطو فوق الماء ونخليه يطرح حبل. هانتوما الكبيدات، هما الطاجين ديالنا من بعد ما داز 10 دقائق، هانتوما شوفوا من داك الماء اللي درنا راه ما زدت والو ديال الماء، شوفوا شحال ديال الماء كيطلق. صافي دابا غادي نضيف الزيتون مسلالة، الزيتون مفرشخ، وغادي نزيد دوائر ديال الحار، هكا وغادي نسد على الطاجين ديالي كما طيب ديالي. صافي حبايبي، هنا الكبيدات غادي نزيد عليه واحد الخويط ديالي زيت الزيتون، كي كتعرفوا الحوت كيتواتى مع زيت الزيتون هكا، ونقولوا بسم الله. بسم الله. هانتوما الكويدات في خاطر حبابي وصحابي والمتتبعين ديالي، شكرا لكم كاملين على المتابعه، وكنتمنى يعجبكم الطاجين ديالي ديال اليوم. واللي كيشاهد قناتي لاول مره ما ينسانيش من الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يصلو كل جديد، خليو لي اللايكات ديالكم، الكومنتات الزوينه على خطكم عليا يا اغلى واحلى متتبعين. وحتى لهنا ونقول لكم بيدات ديالي سلامة سلامة، تبي تجي إن شاء الله سلامة.